هذوما رجال المال واللي عندهم الفلوس. وانا اكثر من مره في التلفزه ولا في غيره ديما نتكلم على ما اسميه سبيرال مش انفلاسيونيست، الماليه الملولبه اللي احنا ما نعرفوش اولها من اخرها. خاطر انت المفروض انه عندك مال فلوس معروف منين، السيركوي نتاعو معروف، معروف انك انت تنتج، معروف انك انت صناعي، معروف انك انت مبادل تجاري معناتها. ولكن فما فئه في تونس اللي استفادوا ما بعد الثوره وخاصه منذ عهد الترويكا اللي هما جابوا قدموا خدماتهم للسياسيين المتحزبين وللحملات الانتخابيه بالضبط. يعني كانوا قبل معناتها بن علي شددهم معناها ايتوا طوعا او كرها معناتها، وانت تتذكر شنو اللي عملوا مع بن علي والحملات الانتخابيه كل اليوم جاوا لهذوما زادا وقالوا لهم ان المال قوام الاعمال. وبالتالي معناتها حطوا رحالهم واستفاد هذا وذاك. شكون اللي قعد ايمان معناها لا استفاده ولا حتى شيء، هي الدوله التونسيه من حيث اننا لم ما هو باش نجيك المواطن من حيث اننا لم نطور القاعده الانتاجيه وليست لنا صناعه، بل ان نواه الصناعه التي كانت عندنا فرقناها وحللنا دمها ولينا مجتمع استهلاكي، مجتمع استهلاكي غير منتج، والبيضة باش تولي ب 250 ابتداء من 2015 جانفي حسب الاتفاق اللي صار البارح. وبالتالي هذا علاش الدوائر الأجنبية تقول لك تونس شبيها ماهيش متعودة، تونس شبيها ماهيش قادرة تاخذ عليها. ما سميوهم بما يسمى بالمافيات معناها. خاطر هو راهو اللي يبدا ما عندوش أساس للفلوس نتاعو، ما عندوش صناعة، ما عندوش تجارة، ما عندوش واحد، هذاك ما عندوش نسب يعني إيمان، هذاك يتسمى معناتها ينتمي إلى هذه الفئة التي ذكرتي اللي هي المافيا. دونك باش نحكيو زاد شوية آخر، نحكيو على خلينا متفائلين شويه ان شاء الله اليوم تتحل المشكله ماركوز. يا ايمان ان شاء الله اليوم إن شاء الله. تتحل في قصر قرطاج، لانه المعنيين الكل اليوم موجودين يتناقشون معناها بالوضوح. نحكي وزاده شويه اخر على لاول مره تدشين مركز لايواء الاطفال اللي عندهم التوحد، لكن قبلها حسام حبيب وشيرين هما مازالوا كيعرسوا معناها من لي كوبل نتاع 2018 كل ما غني رجعين معاكم.